هذا الشهر رمضان المبارك راه عندنا ارتفاع في الاسعار، ارتفاع مهول في الاسعار، الخضره غاليه، الفروي، الحوت، كل شيء غالي. دابا الليمون تيدير 8 درهم 7.5 جمله، الفريز 10 درهم جمله، الناس ما قداش قدره شرائيه ما وصلاش، كاين الغلا بزاف. دابا الناس مساكن ولاو تيدوزو، ولينا لقينا صعوبات مع الكليه اللي تيتقداو عندنا، تيسحب لهم راه حنا اللي تنزيدو عليهم، حنا لا، كاينين الوسطاء، وسطاء الشناقه والوسطاء، هما دابا مول السلعه تيبيع سلعه بارخص الثمن، تتوصل من عند واحد لواحد اخر لواحد اخر، ماشي من البياع لسوق الجمله، وتنطلبوا من الحكومه تخفض المازوط وليسانس. وخصهم يشوفوا معنا، يراقبوا الاسواق بالجمله ويراقبوا الناس اللي تجيب السلعه من على برا. راه حنا لقينا دابا عندنا السلعه هي ديال برا، السلعه ديال المغرب، ديال البلاد. وتلقاو الضغط دابا مع الناس، تيجي يشري من عندك وتيقول لك تيسحب لي انت، راه زيد عليه، انت راه ما زيدتش عليه، بالعكس. انت راه تتوقف مع الناس، حنا راه ولينا وقت الغلا راه ما تنربحوا والو. مثلا دابا تتمشي غير تشري الحوت، الحوت راه غالي، اللحم ما بقاش يستطع ليه حتى واحد، ولا غير تيدوز بنادم. ولا تيشوفو ويدوز من حداه، الدجاج غالي. كانت المراقبة في الأول، كانوا الناس يخرجوا يراقبوا عباد الله وتشوفوا، كانت هذه شهر، خصنا تبقى ديما المراقبة على الغلاء. أخويا ديال السلعة راه غالية شي شوية دابا، بحال دابا الفريز كنا العام اللي فات كنبيعو ب 10 درهم، دابا دايرين له 13 درهم، 3 درهم زاد في الكيلو. البنان كذلك ما كيفوتش 10 8 درهم، دابا 12 درهم 13 درهم البنان. ولافوكا اللي غالي عاوتاني هذا العام، هذا رمضان هذا كانت موافقه نبيعها 25 20 35، دابا 50 درهم واصل هذا العام. هذا البنت التفاح حتى هو غالي اخويا ابو عويد، غالي، السلعه كلها ما شاء الله غاليه. والمواطن الدرويش الكيان كيجي راه كيسول كيهرب، مابقاش ديك الاقبال على السلعه بزاف في رمضان. بنادم كياخذ هذه 5 كيلو، هذه 2 كيلو، هذه كيلو. دابا اذا جا بنادم كيدي من عندك 4 6 كيلو من هنا 6 كيلو من هنا.